على مدار الأيام اللي فاتت عاشت مصر ولسه عايشة في عدد كبير من الأزمات، أهمها ارتفاع أسعار السكر وكتير من السلع، وكان في سلع بتختفي فجأة، ودي كانت ظاهرة غريبة لأن السلع موجودة ما فيهاش نقص، وفي نفس الوقت بتختفي في أيام قليلة، فيا ترى إيه اللي بيحصل في الأسواق؟ بانكير نبض البنوك. في الأزمات بتظهر أطراف كتير بتستفيد من الأوضاع الغير طبيعية، سواء في وقت الكوارث الطبيعية أو الحروب والصراعات أو الأحداث الاقتصادية الكبيرة، وده بيحصل في أغلب المجتمعات لكن بتختلف حسب درجة الثقافة. وللأسف في مصر كشفت الأزمات إن في ناس كل شغلتها إنها تستنى الأزمات علشان تشتغل، وشفنا ده في أزمة الدولار والأعلاف والسكر والبصل، وكل اللي بتعمله إنها بمجرد ما تحس إن في حاجة مش طبيعية في السوق على سلعة معينة أو سعرها بيزيد بتقوم بتخزنها بكميات كبيرة، ودي بتكون بداية اختفاء أي سلعة بالإضافة لعمليات تهريبها. أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة دلتا للسكر طلع واتكلم عن أزمة السكر وقال إن استهلاك السكر زاد بشكل كبير جداً، وإنه مع تصاعد وتيرة الأزمات في المنطقة المحيطة بمصر بدأت مصر في تصدير كميات كبيرة من السلع الغذائية المصنعة اللي بيدخل فيها مكون السكر، وبالتالي خرجت من مصر كميات كبيرة من السكر. وقال إن الوزارة وضعت مخطط لتوفير السكر في الأسواق، وفي نفس الوقت عندنا اكتفاء ذاتي من السكر بيصل ل 87%، ومصر بتنتج 2.8 مليون طن سكر وبنستهلك 3.2 مليون طن سكر. ومع اندلاع أزمة السودان والدول المحيطة ودخول أعداد كبيرة من السودانيين لمصر ارتفع معدل استهلاك السكر، وإن الدولة اتخذت خطوات من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير السكر في الأسواق، وده كلام مش سر ومعروف وواقع الدولة لازم تتعامل معاه. وأكد إنه بيتم العمل على ضخ كميات جديدة من السكر، والوزارة سوف تطرح في الشهر الحالي أعداد كبير. تحياتي لحضراتكم وإلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.